مشاهدينا اهلا بحضراتكم، صباح الفل، صباح الخير، حلقه جديده من برنامجكم برنامج صباح البلد وفقرات كالعاده متنوعه واخبار ساره. اعتقد ان احنا النهارده عندنا وجبات دسمه كتير قوي. صباح الفل يا نادر. صباح الورد يا دياب، عامل ايه؟ كله تمام، كله تمام، كله فل. لا فوق معايا كده. لا ما احنا النهارده اخبار هي اللي هتفوقنا. ايوه صح كده. صباح الورد عليك وصباح الورد على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. زي ما دياب قال لكم معاكم على مدار ساعتين بحاجات بقى ان شاء الله كلها تعجبكم، مختلفه جدا واخبار كويسه جدا بتهيألي. يعني انا في البدايه كده خبر صار الحقيقه، اعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء اللي عقد امبارح في مدينه العالمين الجديده، وهو ان في طرح مرتقب لوحدات الاسكان الاجتماعي، وده طبعا طبعا امر مهم لقطاع كبير جدا من المواطنين. واعتقد ان الموضوع ده مهم جدا، خلي بالك ناس كتير بتكون مستنيه الطروحات دي وبتكون يعني اللي هو امتى بقى هتنزل، يعني بتمثل فعلا اهميه لفئه كبيره جدا من المواطنين. كلنا اكيد يعني ما نقدرش ننكر ابدا حجم المشروعات اللي بتقدمها الاسكان وازاي الدوله قدرت ان هي تعمل فيها طفره كبيره زي ما احنا شايفين. الحقيقه في ثقه كبيره من المواطنين في الدوله وقدرتها الكبيره في هذا الملف بالذات. كلنا شفنا او شايفين وحدات الاسكان البديل للمناطق المطوره فعلا هتكون خطوه موفقه. يمكن زي ما قلت في ناس كتير بتكون مستنيه نزول الوحدات دي عشان تقدر ان هي يبقى عندها مسكن بتكلفة قليلة، تقدر ان هي تدفع مقدم قليل، تقدر ان هي تحط اقساط يعني مناسبة جدا ومدعمة من الدولة. مدعمة بشكل كبير. وخلي بالك انت ما شفتش حلاوة وجمال الشقق دي لما بيسلموها. اولا بتتسلم متشطبة بالكامل، بتكون السباكة داخلة، الكهرباء تقريبا داخلة، بيبان، شبابيك، سيراميك، كل حاجة بتكون جاهزة، بس تحط عفشك وتحط لمضك الحلوه وبس. فعلا والله بتبقى حاجه تفرح جدا، واماكنها كمان حلوه جدا. يعني بيعملوا الوحدات دي في اماكن هايله. واهم حاجه انت قلتيها فكره السعر يكون في متناول ايد الجميع. فكره ان انا يبقى عندي بيت النهارده بالاسعار اللي احنا بنشوفها دي حاجه كويسه. الحقيقه كمان احنا معانا خبر زي ما قلنا لذيذ. بقى مش لذيذ، مش لذيذ. خبر عشان كده انا عارفه انك انت متضايق شويه على الصبح. لازم ننوه الى ان في زياده في اسعار البنزين والسولار والمازوت بدا تطبيقها بدايه من النهارده الساعه 6 صباح النهارده. طبعا معظم الناس مش هتكون عارفه الموضوع ده لان النهارده اجازه، فاحنا بننوه مره كمان. البنزين حصل فيه زياده، وزياده هتكون كالتالي: بنزين 95 بقى 15 جنيه للتر، وبنزين 92 13.75 قرش للتر، وبنزين 80 وصل 12.25 قرش للتر، والسولار ب 11.50 قرش للتر، الكيروسين 11.50 قرش للتر، المازوت للصناعات 8500 جنيه للطن، في حين تكرر تثبيت سعر المازوت للموارد الكهربائيه والصناعات الغذائيه. اكيد مش احسن حاجه ان احنا نقولها على الصبح يعني، ولكن دي ننوي. زياده يعني يمكن هي زياده من جنيه وربع لجنيه ونص في 95 ولكن يعني لازم نقول لحضراتكم الاخبار دي، وهي زياده على الجميع. وعشان كده دياب النهارده جه متضايق جدا، عمال يقول لي هدفع كام في البنزين كل يوم وانا جاي. هدفع كام في البنزين؟ وكمان يعني فكره اللي هو الناس بقى عندها اجازه طويله، فالناس اللي رايحه الشغل النهارده ما فيش حد رايح الشغل، كله قاعد في البيت، فهينزل على الساعه 12 واحده يتفاجئ، او لو ما نزلش اصلا احنا ممكن اول ناس تقريبا نزف لكم الخبر ده على الصبح ان في زياده للبنزين من جنيه وربع لجنيه ونص حصريا هنا في صدر البلد. نفسي يبقى الخبر احسن، صباح البلد بنزفه لكم، ولكن ما تنكروش ان احنا زفينا لكم خبر كويس، وهي وحدات الاسكان والتعمير الجديده اللي خبر هتنزل مهم جدا بصراحه. يلا بينا نبتدي حلقتنا. نبتدي حلقتنا الدسمه للغايه. يمكن الفترة دي دايما بنسمع إشاعات كتيرة وقيل وقال كتير، وكلها بتنزل على السوشيال ميديا الحقيقة، وفي ناس كتير بتصدق. والإشاعات دي كانت بخصوص نتيجة الثانوية العامة، ولكن أكد شادي زلط المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن كل ما يعني يصار حوالين مواعيد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة ده مش صحيح خالص، مشيرا إلى إنه لم يتم تحديد أي موعد بعد، يعني لسه فكرة ان النتيجة هتكون امتى ما تحددتش. طيب عاوزين نعرف بقى تفاصيل اكتر، معانا على الهاتف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في اخبار وزارة التربية والتعليم. صباح الخير يا فندم. الو. طيب على ما
على ما استاذ محمد يجهز يعني يمكن فعلا زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم ناس كتير بتقعد تطلع في اشاعات. انا عارفه ان كل اولياء الامور عاوزين يطمنوا على اولادهم، كل اولياء الامور قلقانين ونفسنا نشوف النتيجه ونفسنا نعرف مستقبل اولادنا. ده تقريبا كل سنه نفس الفكره على بلدي يعني تقريبا من ايام الثانويه بتاعتي تقريبا. لا والله من قبلها ومن قبل كده وايام الثانويه فعلا اول ما نخلص امتحانات تلاقي بقى الاشاعات والروابط المختلفه وشاهد رابط نتيجه الثانويه وندخل ونجرب. طب تعالى نشوف كده للتعليق عن هذا الموضوع معانا الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي. صباح الخير يا فندم. تحياتي يا استاذه نهاد، تحياتي وتحياتي للكل يا استاذ محمد الكرام. كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن فكره الاشاعات المتداوله دلوقتي على السوشيال ميديا بفكره ادخل وزور نتيجه الثانويه العامه حصريا، نتيجه الثانويه العامه في اللينك التالي، والكلام ده بنشوفه كتير جدا على مواقع كتيره جدا. ولكن يمكن وزاره التربيه والتعليم نزلت بيان ان لسه النتيجة مش دلوقتي ولسه ما حددوش موعد النتيجة، فعاوزين نعرف من حضرتك كده امتى متوقع اعلان نتيجة الثانوية العامة؟ بص باختصار ما يصار في الصحافة المصرية عقب انتهاء الثانوية العامة بنضعه احنا كصحفيين في اطار الطبخ الصحفي او الانفراد الصحفي فيما يتعلق بالميعاد انتهاء التصحيح بدء الاعمال الكنترول احنا بنضعه في اطار الصفق الصحفي والانفراد. انما دايما المتحدث الرسمي في مصر بيضع هذا في اطار الشائعات، لكن انا دوري كصحفي ان انا ابحث عن المعلومه بالظبط، والمعلومه ليست قاصره على المصدر الرسمي كوزير او وكيل وزاره او متحدث رسمي، لكن ممكن اجيب المعلومه من ساعي او من حارس المبنى او من ده اللي بيحصل فعلا. ده اللي بيحصل، ده اللي موجود وده من حقي كصحفي ان انا اقول النهارده اي معلومات عن الثانويه العامه طبقا للمصادر اللي انا وصلت لها. وان كان بعض المتحدثين الرسميين بيضعوا ده في اطار الشائعات بدليل تلاقي المتحدث الرسمي يقول لك كل ما يصار هو في اطار الشائعه، ورغم ان هو يقدر يوصل المعلومه. طب احنا مش عاوزين شائعه بقى، عاوزين دلوقتي انفراد لبرنامجنا يا استاذ محمد. بص حضرتك بالفعل تم الانتهاء بصوره كبيره من تصحيح امتحانات الثانويه العامه واغلب المواد دلوقتي في اطار رصد الدرجات واعمال الكنترول. ومن المتوقع طبقا لمصادرنا ان من 7 لـ10 ايام هيكون اعلان نتيجه الثانويه العامه ونسب النجاح هذا العام تقريبا زي العام المنصرم هتبقى في الشريحه ما بين 75% الى 80%. طب دي نسبه كويسه يعني خلينا نقول ان في اسبوع ل10 ايام عن اعلان النتيجه، ولحد دلوقتي المؤشرات النتيجه من 75% ل80% نسبه النجاح. بالظبط. طب هل النسبه دي يعني قريبه من نسبه السنه اللي فاتت يا استاذ محمد؟ بالظبط كده، لان اغلب ما تم اعلانه من وزاره التربيه والتعليم في نسب النجاح هي تقريبا مقربه جدا لنسب النجاح في السنه اللي فاتت. طب يا استاذ محمد بالنسبه لامتحان الفيزياء يا ترى ايه الاخبار؟ انت عارف ان الدنيا كلها والقلق كله اللي حصل في وقت امتحان الفيزياء والناس كلها نفسها تعرف وتطمن، يا ترى النتيجه عامله ازاي في الامتحان ده؟ بص امتحان الفيزياء على العموم لما تم رصده كان نسبة النجاح فيه تقريبا 94% و21%. اذا برضو حضرتك بتتكلم على نسبة نجاح كبيرة طبعا. بتتكلم النهاردة في وان كان طبعا الفيزياء هو بعبع الثانوية العامة سنويا، ولا ندري حتى الان لماذا القائمين بالاخص على امتحان الفيزياء الثانويه العامه بيسببوا هذا الهلع سنويا. فاتمنى ان الفكره دي تزول. هو الامتحان المفروض يقيس كل جوانب التقييم او التقويم والفروق الفرديه ما بين الطلاب وكل حاجه، لكن دايما الفيزياء احنا الشهاده عندنا مشاكل في الفيزياء سواء في الصياغات سواء بعض الاسئله اللي لها اجابات اكثر من اجابه ممكن تكون موجوده داخل اجابات. طب هل كان في مثلا درجات رأفة في امتحان الفيزياء او حاجه عشان نوصل لنتيجه 94%؟
هو امتحان الفيزياء لما تشكلت له لجنه، وبعض الامتحانات الاخرى لما تم تشكيل لجنه ليها خلاص طلع لها بعض القرارات المتعلقه بالتيسير على الطلاب واحساس اللجنه بوجود بعض الصياغات في الاسئله، وبالتالي توزيع درجاتها او اعطائها كامله. اعطائها كامله بالظبط، ده اللي حصل في سؤال واحد تقريبا يا استاذ محمد، مظبوط؟ بالظبط. طب عندنا النهارده نسبه النجاح في اللغه الاجنبيه الثانيه حوالي قرب 98%، نسبه النجاح في اللغه العربيه قرب 96.5%، نسبه التاريخ 91%. يعني بدي بس يعني بعض صوره كده اوليه عشان نطمن اولياء الامور. اوليه مظبوط. صوره اوليه طبعا. بقى المهم بقى بعد اعلان نتيجه او في الفتره دي اللي يهم الطلبه بقى، خلاص احنا ايه بقى يا فندم؟ ايه نصيحتك بقى للطلبه بعد اعلان نتيجه الثانويه العامه؟ احنا في هذه الفتره امامنا شيء مهم جدا لطلبه الثانويه العامه، اتمنى الا يقفلوا عليه عشان ما تضيعش عليهم الفرصه. احنا من يوم 25 25 ده امتى؟ 25 النهارده. 25 احنا النهارده، لغايه 8 اغسطس. تمام. طلاب الثانويه العامه عندهم اختبارات القدرات في بعض الكليات. تمام. اختبار القدرات ده حتى لو الطالب جايب مجموع الكلية لم يستطيع الالتحاق بها إلا إذا كان أجرى اختبار القدرات في كليات الفنون، قسم الفنون الجميلة، قسم الفنون وعمارة، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك. كل دول ليهم اختبار قدرات، لازم الطلبة كلهم يقوموا بهذا الاختبار حتى قبل إعلان النتيجة عشان يضمنوا مكانهم سواء جابوا المجموع أو لا. تمام. ولا هناك إجراء لاختبار قدرات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يعني اللي هيفوتوا الفرصة اليوم وجايب كمان مجموع الكلية سواء فنون تطبيقية أو جميلة أو تربية فنية أو تربية رياضية، يقول لك أنا عايز أخش هذه الكلية، ليس من حقك طالما لم تجري اختبارات في هذه المواد. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم. يمكن معلومة مهمة جدا إن نتيجة الثانوية العامة يا جماعة يعني من أسبوع لعشرة أيام إن شاء الله هتكون ظهرت، ونسبة النجاح من 75% ل 80% نسبة كبيرة. في امتحان الفيزياء 94% نسبة النجاح من الناس كلها كانت عاملة لا عشان الرقفة اللي عملوها بتاع السؤال دي. هايل هايل طبعا، دي حاجة كويسة. لا حلو جدا. معانا إيه دلوقتي؟ من وزارة التربية والتعليم، مش عارف تقريبا هي مكتوبة على حظي في الحر الأرصاد. مكتوبة في شهادة ميلاد. والله العظيم غياب طقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد النهاردة يوم الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. ومعانا للتعليق الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. صباح النور. دكتور منار، النهارده اجازه واحنا تقريبا في اجازه كبيره، فالسؤال الاهم هنا الاجواء في المدن الساحليه للناس اللي رايحه المدن الساحليه يا ترى عامله ازاي؟ وخصوصا بعد الشائعات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وشفناها في النت، فكره بقى خطوره النزول في البحر وان البحر مقفول ومفيش ناس هتنزل، فالاجواء عامله ازاي؟ طيب خلينا نقول ان الشائعات الاول اللي كانت الايام الماضيه دي كانت مجرد اشاعه، كان الايام الماضيه يمكن حتى اليوم البحر المتوسط كان معتدل تماما وكان مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ومفيش اي تحذيرات صدرت من الهيئه العامه للارصاد الجويه عن اضطراب او ارتفاع امواج في البحر المتوسط خلال الايام الماضيه. تمام. لكن احنا متوقع من بكره الجمعه ان شاء الله ان يكون في نشاط للرياح على البحر المتوسط، ده من صباح يوم الجمعه لحد صباح يوم الاحد. سرعات الرياح تكون على البحر المتوسط ما بين 40 ل 60 كيلومتر على الساعه، فبالتالي ده هيؤدي لارتفاع الموج على البحر المتوسط، والموج هيكون ما بين 2 ل 3.5 متر. فساعتها في الوقت ده اللي احنا بنقول عليه من بكره الجمعه لحد يوم الاحد هيكون في اضطراب ملاحه بحريه وارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط. لازم ارتفاع دكتور ارتفاع امواج فقط ونقطه، مش مؤشرات لوجود تسونامي او حاجات من هذا القبيل.
لا تماما، هي ارتفاع امواج اللي احنا متعودين عليه كنا بنشوفه في الاسابيع الماضيه، بيحصل ارتفاع امواج في الشواطئ، ممكن البحر يكون مضطرب، لكن ما فيش اي ظواهر طبيعيه او ظواهر كمان جويه ممكن تاثر على البحر المتوسط. البحر المتوسط امن تماما، ارتفاع الموج الطبيعي اللي احنا دايما بنحذر منه في الشهور او السنوات الماضيه ده طبيعي، حاجه طبيعيه جدا، نشاط سياحي يؤدي لارتفاع امواج، وهنلاقيها في شواطئ البحر المتوسط من مطروح لحد طبعا العريش، الشواطئ كلها المطله على البحر المتوسط ده هيكون موجود معانا يوم الجمعه لحد يوم الاحد. لحد يوم الاحد. ولو رجعنا طيب من المدن الساحليه بقى ورحنا للقاهره وبقيه المحافظات، امتى ممكن تنكسر الموجه الحاره وشديده الحراره وكمان الرطوبه العاليه جدا اللي بنحسها بقى لنا فتره؟ لو بنتكلم على ارتفاع قيم درجات الحرارة، يمكن النهاردة كمان هيكون من ضمن ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون 39 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نحسها لو تكون 42 طبعا درجة مئوية خلال فترة النهار. لكن من بكرة الجمعة إن شاء الله هيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، هتبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 3 درجات عن اليوم، يعني متوقع غدا عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 36 درجة مئوية، ومع يوم السبت والحد إن شاء الله تنخفض كمان وتكون 35 درجة مئوية. فخلال الأيام اللي جاية من بكرة تبدأ المناطق الشمالية خاصة من سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، انخفاض بمعدل من درجتين لثلاث درجات في معظم المحافظات. ورطوبة رطوبة دكتور معانا ولا برضه الرطوبة هتقل؟ هي الرطوبة مكملة معانا، احنا لسه كمان الرطوبة مكملة معانا في شهر 8، بس احنا وجود المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا اللي هو السبب الأساسي في انخفاض قيم درجات الحرارة ده بيوزع الرطوبة في عمود الهواء، فبيخلينا ما نحسش بيها بالشكل الكبير، خاصة إن هيكون في نشاط للرياح يساعد ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل، وخاصه بقى في فترات المساء وساعات الليل، ده ان شاء الله من بكره وحتى يمكن هيكمل معانا لمنتصف الاسبوع القادم باذن الله. والله يا دكتور يعني يمكن دي اخبار كويسه جدا، الناس فعلا مستنيه الانخفاض باي شكل. هنشكر بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم. ممكن فكره الاشاعات اللي بيتداولوها بشكل كبير جدا، فكره خوف وزعر الناس من التسونامي وان احنا داخلين علينا وزلازل واحنا يمكن وضحنا يمكن كل يمكن بالظبط سوا فكره ان هو تم التوضيح بان احنا بعاد كل البعد عن الحزم المتواجد فيها النشاط الزلزالي بشكل كبير جدا. طب ربنا يسترها علينا. ايه رايك دلوقتي نروح نطمن على ايه؟ حاله الطقس. حاله الطقس وبعد حاله الطقس بنروح لموجز الاخبار مع دياب. مشاهدينا موجز اخباري جديد ياتيكم من صباح البلد وفيه. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي الحكومه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقه المتجدده سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح بهدف اضافه قدرات جديده الى الشبكه الكهربائيه. وشدد الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول على الاهميه الكبرى لقطاع الطاقه سواء للافراد او للصناعه والانتاج، وايجاد حلول حاسمه لمساله تخفيف احمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين. أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التقدم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات والتي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة، ويبدأ موقع تنسيق الجامعات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من اليوم وحتى الخميس 8 أغسطس.
يشارك اليوم أحمد كوجك وزير المالية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل، ويطرح كوجك الرؤى المصرية لمساندة نمو الاقتصاد العالمي وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي، كما يستعرض آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة في الاقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها والإسهام في النهوض بالاقتصاد العالمي. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من الساعة 6 صباحا اليوم الخميس تقرر زيادة أسعار المحروقات لتصبح على النحو التالي: بنزين 95 15 جنيها للتر، بنزين 92 13.75 قرشا للتر، بنزين 80 12.25 قرش للتر، أما للسولار ف 11.50 قرش للتر، في حين تقرر تثبيت سعر المازوت للموارد الكهربائية والصناعات الغذائية. أعربت مصر عن دعمها القوي للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويأتي هذا التأييد الأخير لجهود جمهورية الصين الشعبية. وأكدت الخارجية ترحيب مصر بجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وشدد أبو زيد على الأهمية الحاسمة للوحدة الفلسطينية خلال هذه الفترة المحورية في تاريخ الأمة، وأضاف أن وحدة الصف الفلسطينية في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الأمة ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته لليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، والتي تتلخص في وجود إدارة مدنية وسيطرة أمنية لمنع أي تهديد على تل أبيب، موضحا أن إسرائيل لا تسعى إلى إعادة الاستيطان في غزة. وقال نتنياهو في خطابه أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي أنه يسعى إلى وجود جيل جديد من الفلسطينيين لا يكره اليهود ويحب العيش بأمان وسلام على حد زعمه. وأضاف أنه يتطلع إلى تشكيل تحالف جديد في الشرق الأوسط يضم الدول التي ستصنع السلام مع إسرائيل على حد قوله. إلى ذلك أكد نتنياهو أن الحرب في غزة ستنتهي إذا استسلمت حركة حماس وألقت بالسلاح وسلمت المحتجزين. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وصفا اتهاماته لتل أبيب بتجويع شعب غزة بأنه محض افتراء، زعما أن إسرائيل سمح بدخول أكثر من 40,000 شاحنة طعام إلى القطاع. أوضح نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس أن محكمة العدل الدولية تحاول تقييده في الدفاع عن تل أبيب، مؤكدا أنه لن يستجيب لقرارات المحكمة. ونشد نتنياهو الولايات المتحدة بضرورة الإسراع في إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية التي تريدها تل أبيب. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبارة عن حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نسبة الضحايا المدنيين في رفح هي الأدنى مقارنة بمناطق أخرى في غزة. يأتي هذا التصريح وسط تدقيق دولي مستمر وانتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وأيضا خلال خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي أمس. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي موجز الأخبار. إلى فاصل ثم عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرتنا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية مواضيعنا اللي بنكلمكم فيها. الحقيقة إن احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة والقائم بعملها بالذكرى ال 72 لثورة 23 يوليو، وده في مختلف المحافظات. وكانت الفعاليات فنية وثقافية كانت بحضور قيادات سياسية وأهالي كل محافظة بيتم فيها الاحتفالات. طيب للمزيد بقى من المتابعة معانا الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة والقائم بأعمالها. صباح الخير يا فندم. ألو، يمكن على ما يحضروا التليفون. خلينا نتكلم أكتر عن الاحتفالات وثورة 23 يوليو. انت عارفة دي ذكرى 72. بالظبط 72 ده يعني في أجيال كتيرة. تفتكر الأجيال اللي لسه طالعة دي عندها علم بالثورة؟ لا طبعا، عشان كده بيكون مهم جدا يعني ان قصور الثقافة تعمل احتفالات وتوعية. فتحس ان الجيل ده لازم يكون عنده التوعية دي ويعرف تاريخه ويعرف طبعا ثوراته. مهمة جدا وأساسية وكانت محورية وفاصلة كمان يعني. جدا. معانا التليفون جاهز؟ ألو؟ أيوه. ألو، صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عاوزين نعرف كده من حضرتك يعني فكره الاحتفالات اتعملت في كم محافظه وايه نوع الاحتفالات دي؟
والله هو طبعا الهيئة العامة لأصول الثقافة في وزارة الثقافة توجهت من وزير الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد فنو بإن يعني يجب إن احنا نستعد لكل احتفالية من الاحتفالات الكبيرة، فبنقعد ونعمل برنامج خاص بهذه الاحتفاليات في كل أقاليم مصر وخاصة في القصور الكبيرة اللي موجودة في المحافظات وأيضا اللي موجودة في المدن وبعض القرى. تمام. حصل إن احنا طبعا عملنا برنامج ل 23 يوليو كثورة أم مجيدة نقلت مصر نقلة نوعية خالص من حكم لحكم آخر وبداية الجمهورية الجديدة طبعا. بدأنا نعمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بطبيعة كل مكان وطبيعة المرحلة العمرية اللي هي بيقدم لها يعني. فعندنا الأطفال مثلا كان بيقدم لهم الورش، بيقدم لهم لقاءات، بيقدم لهم حوارات، يرسموا رموز من ثورة 23 يوليو يعبروا عن الوطن، كل ده في سياق البرامج الدولة المصرية بتعملها وهو تعزيز القيم الإيجابية عند الأطفال و فكره الولاء والانتماء. مظبوط، هو ده اللي انا عاوز اكلم حضرتك فيه يا استاذ محمد. يمكن الذكرى ال 72 يعني في شباب كتير من الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما يعرفوش حاجه عن الثوره اصلا، يعني ما عندهمش اي فكره. هل بقى كان في ندوات مثلا او فعاليات تعرف الشباب دي ايه هي ثوره 23 يوليو وقد ايه هي كانت مهمه وغيرت في تاريخ مصر الحديث كله؟ بالطبع، هو ده هي دي الفكره الاساسيه من اعاده اي مناسبه عظيمه مناسبه وطنيه، ان الاطفال والشباب يعرفوا المناسبه دي كانت ايه، الموقف السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي كانت فيه البلد ما قبل وايه الحاله اللي حصلت لها تغيير فيما بعد. واهتماما طبعا بده انا حضرت مجموعه من الاحتفاليات وايضا رؤساء الاقاليم وخلال الوزاره في اماكن مختلفه، يعني انا ما زلت موجود في اسيوط وعملنا احتفاليتين، واحده في المنيا وفي احتفالات في كل مكان. انا حضرت اثنين، واحده في محافظه المنيا بالتعاون مع المحافظه، حضرها معايا السيد نائب محافظه المنيا، ودي كانت فيها مجموعه طبعا من الفقرات الفنيه والاغاني الوطنيه وخاصه الاغاني اللي كانت مرتبطه بالفتره الموجوده دي. وثاني يوم الصبح وانا بمر بطبخ على افقص المنيا وغيره كان في ندوات من شخصيات عظيمة يعني داخل كل محافظة على علاقة علمية وبين هذه الثورات، فبتحكي للشباب عن المواقف اللي هي اللي موجودة. وبالليل كان في احتفالية كبيرة في قرية يعني كبيرة من قرية البداري كاوة في مدرسة، في حوش مدرسة كبير جدا بياخد عدد ممكن يعني حوش مدرستين في الحقيقة. كان في عدد ما يقرب من 1000 من الحضور وأكثر من الأطفال. طب هايل، في إقبال يا فندم، يعني في إقبال يا أستاذ محمد. طبعا متفاعلين بشكل كبير جدا، وده في الحقيقة حتى أنا كان جنبي مدير التربية أنا بقول له شوف ده بيكسر كل الأفكار اللي بنقول إن الاطفال والناس مبروزه عنها في الموبايل ليل ونهار. طب الناس دي جماعات احنا مفترض يجب ان احنا نغفلها، ولا مهتمين بالموبايل ولا في ايديهم. فعلينا ان احنا نوصل لكل المستويات، سواء المستويات اللي ماسكه الموبايل في ايديها او المستويات التي لا تهتم بهذا الموبايل ولها اهتمامات اخرى ثانيه في الحياه، يعني نعمل الاثنين في الحياه. اكيد لا لازم، لقاء مهم جدا. اكيد. طيب استاذ محمد ناصف نائب رئيس الهيئه والقائم باعمالها، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. واكيد مهم جدا من قصور الثقافه ان هي تحتفل بكل الذكرى التاريخيه دي عشان فعلا يكون في توعيه كمان، مهم جدا وجودها في كل المحافظات. التوعيه الثقافيه والتوعيه التاريخيه لكل الاحداث اللي مصر مرت بيها او الحاجات اللي هي الفارقه في تاريخ مصر مهم جدا كل الناس تعرفها، خصوصا الاجيال الصاعده اللي زي ما انت قلتي يمكن ما تعرفش حاجه عنها. اكيد، فالف تحيه الحقيقه لكل قصور الثقافة. وكل سنة وإحنا طيبين. طيب إيه رأيكم دلوقتي نروح لفاصل صغير ومن بعده على طول نروح للصحافة الإلكترونية اللي هنسمعها من دياب.
اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نستعرض معاكم قراءه سريعه لاهم نشرات الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله اللي فاتت، واكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الاخباريه. ياتي في المرتبه الاولى الرئيس السيسي ويتابع الخطط المستقبليه للحكومه لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقه بهدف زياده الانتاج من الزيت الخام والغاز في اسرع وقت ممكن. صحيفة جيرازمن بوست الإسرائيلية أعلنت استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض امبارح يوم الخميس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في القطاع، وتقريبا ده النهاردة. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوافق على التصريح لجامعة الأسكندرية بالتعاقد مع الشركة المصرية الفنلندية للمنشآت والخدمات التعليمية بغرض حصول الشركة على الترخيص بالانتفاع بمبنى خرساني وقطعة أرض بمساحة إجمالية 20 فدان من أرض الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة لإنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة الفنلندية. عرض صور نادرة لجمال عبد الناصر في جناح تنشيط السياحة بمعرض مكتبة الأسكندرية الدولي للكتاب تزامنا مع أعياد ثورة 23 يوليو. رئيسة الحرس الرئاسي الأمريكي كيمبرلي شيتل رفضت دعوات الحزبين الجمهوري والديمقراطي للاستقالة بسبب إخفاقات أمنية سمحت لقاتل المحتمل بإصابة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وأثارت غضب المشرعين برفضهم تقديم تفاصيل حول الحادث. مجموعة ماريوت الدولية وشركة ريلانس انفينشرز وقعوا اتفاقية لافتتاح فندق مكسي في وسط البلد بالقاهرة، ومن المقرر الفندق بيفتح أبوابه في 2029. فندق مكسي الجديد هيكون جزء من مشروع إعادة تأهيل مجمع لازوغلي اللي كان مقرر لوزارة الداخلية سابقا، وبجانب الفندق هيتم تحويل المجمع عشان يضم مساحات للمكاتب والعمل المشترك ومحلات تجارية ومطاعم، بالإضافة لمرافق تعليمية وترفيهية متنوعة. جدير بالذكر أن مكسي هي علامة فنادق إيطالية وموجود منها في دول كتير حول العالم، وده أول فرع ليهم في الشرق الأوسط. البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار كشفت عن 63 مقبرة من الطوب اللبن وبعض الدفانات البسيطة جواها، مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة 26 من العصر المتأخر، بالإضافة لعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي، وده خلال الأعمال الحفائر الأثرية للبعثة بجبان تل الدير بمدينة دمياط الجديدة. والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية قال إنهم لقوا داخل المقابر مجموعة من التمائم الجنائزية وتماثيل الأشباشي والأواني الفخارية، بالإضافة لبقايا وحدات معمارية بسيطة وإناء من الفخار جواه 38 عملة برونزية من العصر البطلمي ومجموعة من الأواني الفخارية المستوردة والمحلية اللي بتسلط الضوء على التبادل التجاري بين دمياط ومدن ساحل البحر المتوسط. وزارة النقل أعلنت عن توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من القاهرة والأسكندرية لمدينة العالمين الجديدة لحضور مهرجان العالمين، وده بداية من يوم الخميس 25 يوليو. وكمان وزارة النقل أعلنت عن إطلاق خط أتوبيسات داخلي من الأتوبيسات الكهربائية للنقل الداخلي في مدينة العالمين الجديدة لخدمة كل أهالي الساحل الشمالي والاستثمار والرحلات والطلاب من الجامعات المختلفة. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع بلاعبتي الدرجات شهد سعيد وجن عليوة وأسرتهم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونهى الخلاف اللي حصل بينهم الفترة الأخيرة، أكد على ضرورة اهتمام اللاعبتين بمستقبلهم في رياضة الدرجات، وأن الروح الرياضية والحفاظ على سلامة المنافسين صفة أساسية لازم الرياضيين يتمسكوا بيها، وأن اعتذار أي طرف عند الخطأ متوقع أن يكون رد الفعل من الطرف الثاني هو القبول، لأنها سمة أخلاقية في المجتمع الرياضي. شاهدوا جنة سلموا على بعض وأكدوا أنهم هيبدأوا صفحة جديدة من الصداقة وهينهوا أي خلافات بينهم وهيركزوا مع المنتخب الوطني في المنافسات الرياضية اللي جاية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة تشجيل كل المحاور المرورية اللي تم تنفيذها في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وتحويلها لمحاور خضراء. وضح مدبولي أن في ضوء محدودية المياه اللي بنعاني منها كدولة لازم يكون الرأي كله بمياه الصرف المعالج وبنظام التنقيط، كمان هيتم اختيار انواع الاشجار الاقل استهلاكا للمياه، وده كله هيتم ضمن المبادره الرئاسيه 100 مليون شجره. اضاف كمان مدبولي ان اي قطعه ارض متخللات في المحافظات هيتم استخدامها في زراعه الاشجار، كمان اكد على المحافظين منع تحويل اي منطقه خضراء لمنطقه تجاريه. وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هتطلق مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كل محافظات مصر. المسابقة هتتعرض في برنامج تلفزيوني على قناة مصر قرآن كريم، واحدة من قنوات الشركة المتحدة، ويتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء بتنظيم ورعاية من وزارة الأوقاف، وشروط ومواعيد المسابقة هيتم إعلانها الفترة اللي جاية.
الحقيقه بقى ان في قصه لطيفه جدا على موقع مصراوي ضمن تغطيته لاولمبياد باريس تحت عنوان البريك دانس، ضيف جديد على ساحه الالعاب الاولمبيه. فما هو البريك دانس؟ قبل اكثر من 40 عام تجمع ابناء حي برونكس الشعبي في نيويورك ليقدموا رقصات غريبه لكنها متناسقه تجذب فضول المتفرجين الملتفين حولهم وكمان تحمسهم. تلك الحركات الاكروباتيه المصاحبه لها حركه قدمين منمقه عرفت لاحقا باسم البريك دانس او الرقص الحر. مقال النهارده بقى بمثابه دعوه بيوجهها كاتب المقال سليمان جوده لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبيقول لو يرعاه مدبولي مقال على موقع المصري اليوم بيتكلم فيه جوده عن دكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجامعه العامه للجراحين، واللي خلال توليه الجمعيه وقع الاختيار على مصر لتستضيف المؤتمر 35 لجمعيه الجهاز الهضمي والجراحه والاورام، وتحدد نوفمبر المقبل موعدا للمؤتمر. وبيقول جودة في مقاله ورغم ان بيننا وبين نوفمبر 3 شهور تقريبا الا انه بالقياس على الفترة الزمنية المطلوبة للاعداد لاستضافة مؤتمر دولي بالحجم المطلوب تظل فترة قصيرة، وهذا هو ما يؤرق الدكتور عبد الوهاب نوعا ما، وهذا هو ما يجعله يتمنى لو ان جهة يعنيها الامر في الدولة قد بادرت ومدت يد العون ورعاية. وبيستكمل اننا ندعو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعله ليبادر فيشمل المؤتمر برعايته، وعندما يحدث ذلك سينجح المؤتمر باذن الله وهتكون حصيله نجاحه لمصر وحدها لا لغيرها. لا تزال المحروسه تستحق توفير السماء، لكن التوفيق لا يهبط على ارضها الا اذا صادف فيها الاخلاص. تحت عنوان لبنان والفراغ السياسي نشر موقع جريده الشرق الاوسط السعوديه كاريكاتير بيظهر فيه لبنان في صوره شخص بيسقط الى الهويه بسبب الفراغ السياسي اللي بتعانوا منه الدوله اللبنانيه منذ فتره. نروح بقى للفيديو، ورغم انه فيديو قديم وبيرجع تاريخه لشهر مارس الى انه ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اولمبياد باريس. لاعبه كاراتيه بتنهي مباراه مصيريه لصالح منافستها بطريقه مؤثره قبل فوزها بلحظات بعدما تعرضت المنافسه الى اصابه في الكاحل افقدتها تماما الحركه، لان اللاعبه الشابه الكرواتيه فضلت المنافسه الشريفه لتنهي المباراه في لقطه اشاد بها الاتحاد العالمي للكاراتيه وقتها على صفحته الرسميه قائلا هذا هو الكاراتيه. أكيد كلنا يعني شفنا الفترة اللي فاتت وشاهدنا القطاع الزراعي اللي في مصر والتطوير الكبير وده خلال الفترة الأخيرة بتطوير وتنمية مشروعات التنمية الزراعية، طبعا ده نتيجة اهتمام كبير من الدولة بملف الزراعة وقد إيه هو مهم واللي بيجي أكيد على رأس أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، وده طبعا باعتبار أن الزراعة أحد الأزرع الرئيسية اللي بتقوم عليها نهضة الدولة، ومصر طول عمرها بلد زراعية من الدرجه الاولى، يعني مش محتاجين ان احنا نقول دي حقيقه. وكمان من بيب ما تستهدفه الدوله خاصه مع تغير المناخ والظروف الجويه المختلفه هو استنباط سلالات وبذور بتكون قادره على انها تناسب هذه الاجواء وتكون بذورها قادره انها تحقق انتاجيه عاليه ويمكن رصدها من وقت زراعتها وحتى حصادها، ويكون كمان الفلاح قادر انه يتعامل معاها باليات حديثه ومتطوره. معنا للتعليق على هذا الامر دكتور محمد عبدين الخبير الزراعي والباحث في وراثه وتربيه النباتات. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. يمكن في البدايه هو اول حاجه حضرتك اتكلمت عليها واللي قبل الهوا على طول كنا بنتناقش فيها في اللي انت اتكلمت عن ملف المحصول وتتبع البذره على حد ما تكون ثمره، قلنا السجل المدني بتاع البذره، فيعني ممكن تشرح لنا الموضوع ده ببساطه. بدايه نهني الشعب المصري بذكرى 72 لثوره 23 يوليو، والبلد الحمد لله في انجازات وتطور، ومن القطاع الزراعي زي ما تفضلته شاهد تطور ملحوظ، يعني طفره الكل يعني شهدها القاضي اقبل الداني ان في نهضه شامله في القطاع الزراعي. من ضمن الشهاده دي عندنا التحول الرقمي، التحول الرقمي في القطاع الزراعي يشمل انا دلوقتي كمواطن انا اعرف منين الامان الصحي بتاعي اتحقق لي ازاي؟ بيبقى في بيطلع اشاعات ان في ثمره، في هرمونات، في فيروسات، في امراض، في ايا كان المشاكل اللي بتبقى في البذور. انا احس ازاي بالامان؟ اامن نفسي ازاي؟ في غش في التقاوي، في غش في الاسمده، في غش في المبيدات، في مشاكل كتير جدا في ملف الزراعه، اقضي على كل ده ازاي؟ ده بيكون يعني اللي بيعمل بقى الغش ده هل مثلا المزارعين نفسهم ولا اصحاب المحاصيل الزراعيه اللي بيبيعوها للمزارعين ولا يعني نعرف نجيب منين الخطا برضو عشان
يعني يتصلح. من هنا جت فكره مشروع او ملف او مش عايز تقول مين تتبع. لا هو لا من هنا جت الفكره ولا حضرتك لا ولا حضرتك يا اسطى الحاجات الفاسده دي حلقات الوسطاء اساسها منين؟ حلقات الوسطاء كتير ما بين تاجر تقاوي جاب تقاوي مستورده واتضربت او اتعملت الكوبي منها ده اللي احنا عايزين نعرفه راحت لمشتل المشتل ما جابش التقاوي الاصليه ادى شتلات مضروبه مش نفس الصنف الاصلي او احنا بنسميها تقاوي مكسوره او مش تقاوي الهجين الاصلي تقاوي الجيل الثاني منه المكسور فما اديتوش نفس مين المحصول هو نفس الصنف بس الجيل الثاني بتاعه ما ادانيش نفس الصاله فتتبع بقى فانا عندي البذره الاساس اللي هو يزرع بذره قمح ذره الحاجات اللي بتزرع بذره على طول دي فيها مشاكل ان ايه مش الصنف اللي جاي مركز البحوث مطلع حاجه توب وحاجه زي الفل ما وصلتش للفلاح المصري زي ما هي وصلت منها حاجات ثانيه وصلت بقى بهرمونات وبكيماويات لا وصلت الدرجه الثانيه المنسوخه منها التقاوي المكسور واتبعت له بنفس السعر بالعكس هو كفلاح اشترى دفع مبلغ كبير ما خدش التقاوي الاصليه اللي هو عايزها هو يامل اي فلاح مصري عايز الحاجه كويسه عشان هيديله انتاج كويس صح اكيد فلما توصل له الحاجه المضروبه بنفس السعر كويس طبيعي المحصول عنده هيتضرب هيسوق لي انا كمحصول طب هل بقى في مثلا كنترول بقى على الموضوع ده ان الحاجه توصل للفلاح بجوده كويسه عشان يقدر يطلع مصلحه دي حقيقه انا دلوقتي كويس؟ الفكره دلوقتي بقى حضرتك قلت له نظام ايه الشجره دلوقتي حضرتك قدامك شجره فيها جذر وفيها ثمره انا واقفه في الثمره دي عارف جاي منين لا من الروت بتاعها لا الثمره اللي فيها طالما الشجره دي قدام عيني مزروعه انا عارف ايه المصدر بتاعها فين المصدر بتاعها فين انا باجي من الاول خالص انا عندي باكت تقاوي سواء تقاوي طالعه من مركز بحوث جايه مستورده خدت الباركود بتاعها تمام انا بديها في ملف المحصول حضرتك لو فاكره بطاقه المواليد او البطاقه الصغيره اول ما يتولد زي المحصول عندنا كده اتولد يعني انا هديله بطاقه صغيره شهاده ميلاد شهاده ميلاد شهاده ميلاد لغايه الوفاه اللي هي انا بعتبرها ايه ان انا لغايه ما سلمته للمواطن وسهلكت استهلكته انا ازاي جالي للفلاح مع بطاقه صح مع بطاقه برقمه القومي انا فلاح مربوط برقم القومي بكارت الفلاح بتاعي بالداتا بتاعتي زارع في سوهاج زارع في هنا زارع في واجه بحري زارع المحصول الفلاني اللي انا جايبه منين من الشركه الفلانيه او من المشتل العلاني بالباركود بتاعه بفاتوره مش هيقدر يديني ساعتها المصدر اللي انا شاري منه لا هيديني تقوي مضروبه ولا هيديني شتله مضروبه وده بقى تطبيق الباركود لا لسه انا بقول لحضرتك انا التصور ده انا متخيل يعني عامله من الاي تو زد يعني الحمد لله ما فيش فيه يعني حتى كل مرحلته ايه المشاكل اللي فيها الثغرات والعقبات اللي فيها عايز ابقى ملم شامل انا كمواطن قاعد في مكاني دي فكره حضرتك يا استاذ فكرتي محمد. فكرتي مشروع فكرة يعني نويت يعني هل حضرتك قدمتها والله انا قدمتها للوزراء السابقين واحنا عشان في الوزير الجديد ان يبقى في رؤيه جديده يعني متهيألي لو هي فكره يعني هتحمينا من امراض كتير وهتضمن وصول البذور اللي بيزرعها لنا الفلاح بصوره جيده فاكيد اكيد احنا بنناشد وزير الزراعه الحالي ان هو ينظر لهذا الملف اللي مقدمه استاذ محمد عبدين الخبير الزراعي ويمكن لو قدموا يعني لو قدمنا الخدمه دي وفكره الباركود انا بتهيألي انها فكره مناسبه جدا تضمن عدم اللعب في البذور دي وفي التقاوي دي الاشمل بقى ان انا مش بوزاره الزراعه بس انا كده كده عندي منتج محصول هيروح لوزاره مين ده السؤال قبل ما تقولي بقى انا عايز اعرف يمكن هيبقى الاثنين مرتبطين ببعض هل الموضوع هيشمل المحاصيل الزراعيه فقط ام هو الحاجات الخضراء والبذور لا ده المشروع عندي شامل من وزاره الزراعه هتسلم لوزاره التموين دلوقتي انا اشتريت انا عندي رز خدته مركز بحوث سخا زرعت عرفت ان هو الزرع ايه الزرع فين ما اقدرش حتى الفلاح نفسه هو بيسلم ورد الدوله ما يقدرش يغش القمح اللي بيسلمه تمام ان كده كده انا زارع الصنف الفلاني سخا جميزه استاذ محمد ده اللي هيكون فيه مثلا طريقه غلق معينه للشقاره للشواك هو ده للحاجه دي الجهه المنتجه لان ممكن هم يفضوا ويعبوه بحاجه ثانيه ونبقى احنا كده ما عملناش هيبقى ليها العلامه المائيه بتاعتها وعليها الباركود بتاعها مش زي ما حضرتك تشتري اي علبه دواء ليها التشغيله بتاعتها والسعر الاهم عندي عند الفلاح ان ايه ما يبقاش فيه سعر متزايد عليه يبقى طالع بسعرها انا منتجه عندي بسعر 400 جنيه 500 جنيه سعر الاستهلاك التجاري للفعل المستهلك كذا فانا واصله لي بكذا ما يبقاش في وسيط خدها ب 400 جنيه زود 1000 جنيه عليه التقاوي السنه اللي فاتت وصلت يعني زياده عن ثمنها فوق ال 1000 جنيه عن السعر اللي يعني سمعنا طيب انا كفلاح كمزارع انا عايز اشتري وازرع في محصولي اقدر احجزها وتجي لي لغايه البيت ديليفري كمان طالما اقدر اسوق بقى الكتروني لو انا عندي دلوقتي داتا بيز عندي مصدر عايز المحصول عايز كميه محصول معين عايز بطاطس عايز طماطم عايز ايا كان المنتج اللي هو عايزه عندي الداتا بيز موجوده المساحه المنزرعه في اي محافظه اقدر اخد عينات في اي لحظه اطابقها بالصنف حتى الحلقه اللي قبليه
اقدر اخد بصمه وراثيه من المشتل، بصمه وراثيه من المزارع، هسلم، مفيش حاجه اسمها في ثغره في النص. الوسطاء كلهم هيساعدنا بشكل كبير في التصدير، صح؟ هيساعدك في التصدير، انت عندك داتا بيس كامله، مساحات المنزرعه بالملي، انا زارع فدان، اعمل اكتفاء زيتي وبعدين نفكر عندي في التصدير. اقدر اطبق محصول المحصول، يعني ممكن اخد محافظه صغيره اطبق فيها كمرحله تجريبيه، ابدا محصول القمح، الذره راحت مني خلاص، ابدا محصول القمح في العروه الشتوي اطبقه في مساحه صغيره في قريه نموذجيه، واشوف الصدى، صدى يعني نقول صدى، صدى الموضوع ايه، صدى صدى الموضوع ايه في القريه ده. انا بس احنا في الملف الزراعه تحديدا والمحاصيل الزراعيه احنا يمكن عندنا تحديدا الفاكهه، احنا عندنا حصيل تصدير للفاكهه مش منطقيه، احنا يمكن الرنكات اللي قول عالميا لدول دول الموارد الموارد. انا عندي بقى في الفاكهه بقى حاجه اهم بقى في الفاكهه، في بارتيشن تاني في الملف، الفاكهه بتتكود، كل مزرعه عندي بتبقى متكوده، انت زارع مانجا في اسماعيليه النوع التيمور، النوع النعوم، النوع كذا، هتبقى مفروض البصمه دي المزرعه دي لها كود صاحب مربوط برقم قومي للمزارع بتاعها، خمس فدادين من المحصول الفلاني، مش هيروح يورد لكم متر هو زارع مانجا، صح؟ مش هياخد من، مش هيلم من اللي حواليه ويسلم، لا اصبح قدامي هو مسؤول، طالما برقمه القومي بيسلم الملف للشادر، بيسلم الملف بتاع للشادر، انا سلمت المحصول بتاعي كذا، عندي وحده المساحه انتجت كذا، حتى لو عندي مشكله ان انا ارفع انتاج وحده المساحه اقدر اعمل له ارشاد زراعي، ارشاد الكتروني، اقدر اوصل له. عندي حصر مساحات المزارعه من كل صنف من كل نوع، جاي لي طلبيه معينه للتصدير، ابقى عارف اجيبها منين في مصر. اشمل وعم، ولكن لو تسمح لي ان اخدك في الجانب الثاني بقى، انت عارف التغيرات المناخيه اللي احنا بنشوفها النهارده على المحاصيل، وده تاثيره على المحاصيل الزراعيه كبير جدا، بنشوف بعض البذور والنباتات بتتحرق في الارض قبل ما تطلع. فهل في طريقه ما ان احنا نغير العوامل الوراثيه بقى للتربه للبذر عشان تتناسب مع التغيرات المناخيه دي، فالموضوع يبقى ده احنا بننتجه في شغلنا؟ بس برضه من ضمن الحاجات اللي هيتلافاها الموضوع ان عندي حاجه اسمها السياسه الصنفيه للصنف، في اصناف تجود وجه بحر، السياسه الصنفيه للصنف. عندي قمح بيجود في الصعيد، ما ينفعش ازرعه في وجه بحر، الرطوبه هتسيب له امراض، هتجيب له اصابات ثانيه، نفس الوضع لو زرعته ابلي مش هيظهر. محمد يعني البذره او التقاوي دي مش في اي مثلا، لا احنا على حسب المحافظه وعلى حسب بنزرع في المحافظات، في كل المحافظات نقول انسب المحصول ده يناسب المحافظه دي، هيديني اعلى انتاجيه، ما يصابش بامراض في المكان ده. واضح ان حضرتك عامل دراسه شامله. لا بقول لحضرتك الموضوع يعني عصاره، يعني عصف ذهني سنين، وكل ما الاقي يضربه في مشكله نوصل لها بحيث يلم كله. انا دلوقتي عندي مثلا الرز طالع الكيلو مثلا طالع من المصنع ب 30 جنيه، معروف المزارع اللي سلمني مين؟ مش هيقدر اكتر من سعره، مكتوب عليه سعر المستهلك كذا، جاي لي من اي مكان درجه اولى سعرها كذا، ما يقدرش يزود على المحصول ولا يديني ولا يجيب من الباطن ويعلي. بس برضو النقطه اللي انا بتكلم فيها، يعني مثلا على سبيل المثال الطماطم، حلو الكلام، في بعض في الاسواق لو نزلت الاسواق في بعض الكلام من الفلاحين والتجار يقول لك الطماطم اتحرقت في الارض، فمتوقع وصول سعرها ل 40 و 50 جنيه. موضوع الطماطم اتحرقت في الارض، احنا بنزرع يعني ايه غايب حته الارشاد الزراعي نوعا ما عن الفلاح. في انواع اسمها احنا بنسميها تحمل حراري او متحمله حراريا، يعني دي بتجود في الفتره دي، الفتره المحيره اللي بيصح حصل فيها سقط في الزهر، فبيبقى المنتج قليل، طبيعي كل ما قل المنتج هيزيد السعر، فالمفروض الاصناف دي سعرها غالي، فتيجي تدخل خلاص انا عارف اللي هيزرع حراري في مصر السنه دي كام واحد، هجيب لهم الاصناف دي اللي هتبقى زراعه حراري، وعندنا هجن محليه منتجه محليا على فكره مصريه مقاومه للظروف الحراريه وتتحمل احسن من المستورد الاجنبي. احسن من المستورد الاجنبي لانها متاقلمه على الظروف الحراريه المصريه وبتجود وبتدي انتاج منها. طب هل فكره بقى اللي كان بيتكلم عنها تياب من شويه ان المحصول اتحرق وكده، هل دوت فعلا بيخلي المزارع او الفلاح يشيل مثلا المحصول الكويس وينزل بعد كده بالسوق بقى بالسعر اللي بيكون مبالغ فيه؟ هي الطماطم مش الحاجات اللي ما تتحملش التخزين، ما ينفعش طبيعي، طبيعي فهي يعني قليله فبتنزل السوق بسرعه. هو اصلا هو زرع مساحه اديته بدل ما تديله 100 كيلو اديته 40 كيلو اديته 30 كيلو، فطبيعي هيزيد كده عرض وطلب. عرض وطلب، هو زرع صنف ما بيديش الانتاج العالي في الحراره، ما استخدمش الارشاد الزراعي الكامل او برنامج التسميد وبرنامج الوقائي ما استخدموش، فكل دي عوامل بتقلل المحصول. ولكن طب بما ان احنا برده دلوقتي في موسم المانجا وبنشوف بقى منشورات كتيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ان المانجا دي، تعرف منين ان المانجا دي فيها هرمون، تعرف منين ان دي مرشوشه كيماويات، تعرف منين ان دي مهجنه، تعرف منين، هل فعلا اقدر افرق بين المانجا اللي هي الطبيعيه واللي مش داخلها اي كيماويات من المانجا اللي داخلها كيماويات؟
وهل بتكون مضره؟ يعني ما احنا برضو بنروح نشتري كمواطن، بنروح نشتري المانجا من السوق، احنا ما بنبقاش عارفين الفرق، فبنشتري وبناكل مانجا طبعا فتره الصيف بشكل كبير جدا. هل ده بيبقى خطر عليا انا كواحده باكل مانجا كتير؟ ممكن المانجا دي تكون فيها هرمونز؟ هو اي حاجه زيادة عن حدها بتقلب ضدها، دي دايما في ناس كده عندها حساسيه من موضوع المانجا، ويعني وبتخزن. المفروض ان ايه دي قصه كاستهلاك. طب خلينا نقول الاول نعرف الفرق ازاي. اعرف الفرق. انا دلوقتي عامل النقطه، اهم نقطه في الملف ان انا بسلم للشادر او بسلم لسوق الجمله بتتاخد مني عينه عشوائيه بتتحلل متبقيات اسمده، متبقيات مبيدات، كده كده انا عارف مين صاحب الشحنه، مين اللي مورد واخد منه عينه. لو عنده مشكله انا مش هنزلها للمستهلك وهعرف عقله. هو ده يا فندم هل بيحصل بقى بشكل دوري وعلى كل الاسواق؟ لا هو بيحصل، هو بيحصلش. انا دلوقتي انا بقول لحضرتك انا بامنك كمواطن ازاي ان خلاص عرفتي مين صاحب المنتج اللي واصل لك ده؟ ولو في مشكله ولا لا؟ حاليا يا فندم لا حاليا. لو انت انا لما انزل اشتري مانجا وماسكه المانجا هل بيبقى في علامه عليها؟ لا 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 تعرفني انا كمشتري. متخصصين يعني ايه؟ لا لا ما تقدري. هي كده كده هو بينزل صور كتير على السوشيال ميديا انه لا المانجا من فوق كده الحته اللي هو بتكون مقفوله منها المانجا بيكون من نازل منها زي شويه عسل، فدي مثلا دي مانجا ما فيهاش علامات نضج وعلامات زياده نضج كمان، يعني ما لهاش علاقه حتى بموضوع. ايوه ما هو لو هي زياده نضج وانا بفهم كده على قدي في الموضوع فدي ناضجه نضج طبيعي فنزل منها العسل ده، فدي ما فيهاش هرمونز. هل الكلام ده حقيقي علمي؟ هو مش مالهاش علاقه بالهرمون. هو الصنف ده مثلا سكري عسل بيبقى فيه العسل زياده، لكن حتى مالهاش علاقه ابدا. لا لا ما يعني دي طبيعه في الصنف ان هو لما بيوصل النضج زياده بيطلع العسل بتاعه. بيبقى فيه انواع فيها الاف، كل نوع مانجا ليه صحيح. بس حاليا طالما الانتاج بيزيد ما بتلاقيش ان في ايه، مفيش يعني مفيش حد بيضر. مفيش اولا المزارع ما بيضرش نفسه. في مانجا كتير قوي على فكره احنا يعني ما شاء الله، يعني في ده نتيجه اتباع ما شاء الله كتير قوي. بس مش كلها ما شاء الله. يمكن والله انا جربت ثلاث انواع مانجا، الثلاثه كانوا اوحش من بعض. كانوا وحشين سيئين جدا. ايه طيب قولي لسبب مش عشان خاطر ما حدش يجيبها. والله يعني جربت واحده اسمها زبديه والفونس، وواحده ثالثه مش فاكره اسمها ايه. اللي كانت كويسه فيهم هي العويس. طب ما هي الاساس ان دول اتنين كويسين والثلاثة والفص والحاجات اللي احنا نعرفها انواع دي الانواع المتريه. يعني الانواع في مصر ما شاء الله المانجا كتير جدا، وغير ذلك يعني نشيد بجهود. لا بس ثلاثه طعمهم وحش جدا. هي كانواع ذوق مستهلك مش متعوده على الطعم ده. هتلاقي دوله ثانيه كانت متعوده على الطعم ده. اي حد بياكل مانجا عاوز ياكل مانجا مسكره وحلوه. بقول لحضرتك مسكره، فالمسكره انت هتلاقي سكري عندك، العويس عندك، الحاجات اللي هي فيها ايه السكر. في طعم المانجا حضرتك مش فكره انها مسكره وخلاص، في طعم المزازه بتاعتها اللي اللي هي مسكره مع مززه مع انك شامم ريحه المانجا. دلوقتي المانجا بنقطعها زي اللفت. والله عن المانجا. لو انا ارجع تاني لنقطه التعديل الوراثي للبذره عشان خاطر تناسب الاوضاع الجديده للمناخ، هل ده ممكن حدوثه؟ ده احنا شغالين عليه. هو التعديل الوراثي للبذره احنا ما بنعملش التعديل الوراثي، احنا بنعمل تهجين عشان في فرق بين التعديل الوراثي والتهجين. التهجين ده تزوج طبيعي ما بين صنف جاي من امريكا، صنف جاي من افريقيا، صنف جاي من مصر. بعمل لهم تهجين، بطلع هجين متلائم مع الظروف الطبيعيه، امن صحيا ده خلاص يعني عباره عن هجين، كانك زوجت حد من اوروبا مع حد من اداك هجين. في قوه الهجين، قوه الهجين ده انتاج عالي وفي نفس الوقت امان، ده ابنهم يعني طالع نتيجه تزاوج طبيعي. يشمل وبزرعه في اماكن كتيره، بختبره بحيث اشوف اعلى انتاجيه في اي منطقه. واعلى انتاجيه في اي منطقه. مش مضر على صحه الانسان. مش مضر، ده تزاوج طبيعي. التعديل الوراثي ده المحاصيل المهندسه وراثيا ده وضع تاني، ان انا بعمل وقص والزق وادخل هجين يعني قصه تانية. قصه ثانيه وفي مصر امان فيها عشان هي مكلفه جدا وليها لازم تحط الشعار بتاعها انه المحصول ده مهندس وراثيا، ما اعرفش اسوقه من غير ما احط دي. في امريكا بقول لك ادي الصنف الطبيعي وادي الصنف المهندس وراثيا وادي الصنف الاورجانيك اللي هو عضوي كمان اللي مزروع عضوي. يعني كل حاجه ليها. نقدر نفهم من كلام حضرتك ده انه مثلا لما بنشوف عنب بطعم المانجا ونشوف مانجا بطعم معرفش الباينابل الاناناس الكلام ده بيبقى متهجن صح؟ لا دي هندسه وراثيه. دي هندسه وراثيه. طب هل دي انت بتضحك ليه؟ لا مش متخيل مانجا بطعم الاناناس. انت ما جربتش؟ طب والله هي دي اللي انا اشتريتها زي الهبله وطلعت وحشه جدا جدا. تعتبر نكهات يعني زي ما انت زي ما بتعملي تجيبي حاجه كده بنكهه كذا بتعملها، دي بتعتبر دي هندسه وراثيه. دي بتكون مضره على صحه الانسان. انا برضو عايزه اوصل ايه المضر وايه اللي اروح له وايه اللي ما اروحلوش. هو مضره كاضرار ملموسه، هي على المدى البعيد يتوقع انها تكون مضره. يعني ايه على المدى البعيد يا فندم؟ يعني 20 30 سنه تراكميا مثلا على الاصعب. اما ان يكون في يديك طول العمر يعني لا انا اكلتها دلوقتي. بقول لحضرتك ان يكون في حاجه ملموسه امبارح يا استاذ محمد، ان يكون في حاجه ملموسه، ان يكون في حاجه ملموسه توصلك
من الهندسه والرسائل. النباتات مش موجوده في مصر دلوقتي غير بعد 30 سنه. تاثر على جهاز معين شيء معين ما فيش يعني شيء ملموس فيها، بس هي مكلفه وفي نفس الوقت مش موجوده في مصر. هي مكلفه وغاليه. لا مكلفة موجود وغالية. والله موجود العنب بطعم المانجا ده جربناه جدا كتير، بس معاصيل النباتات وراثيا مش يعني ما يعني نبعد عنها لما نلاقيها مثلا معروضه في السوق ليش نروح لها بشكل في النورمال طبيعي يعني طبيعي يكسب طبيعي يعني طبيعي شخص منه الطبيعي يكسب. وانا جربت الحاجات دي بصراحه لازم اجرب منصحك. والله لازم والله هجيب لك بكره مانجاه بطعم الباينابل بكره في الانترو هناكل مانجاه بطعم بس الأناناس. هتشوف قد ايه سيئه وهندخل حضرتك معانا دخله اساسيه. ماشي بنشكر حضرتك دكتور محمد عبدين خبير الزراعي والباحث في وراثه تربيه النبات. شكرا جزيلا نورتنا. روح فاصل فاصل بعد الفاصل انت معاك موجز رياضي. معانا موجز رياضه ومعانا انت متفاجئ على فكره عشان فقره رياضيه. ايوه لا بعد بعد الموجز بقى نروح الجيم كده مع دياب وعبيده ونشوف عملوا كوارث ايه النهارده في الجيم. يلا بينا. تمرينه خفيفه عشان خاطر ندخل الفرن ده هنعمله فقره لوحده ان شاء الله. بس احنا دلوقتي معانا نوع جديد من انواع التمارين، هو تمرين بيحرك كل وظائف الجسم ما فيهوش اي اوزان، انت بتستغل جسمك عشان خاطر تتمرن. اسمه فانكشنال تريننج زي ما هي قالت كده بالظبط. فاحنا بقى ايه، تعالوا بقى نعرف ايه ده. يلا احنا غيرنا وجهزنا عشان خاطر نعمل بقى التمرينات الجديده، والعبيده اكتشفت ان هي جربتها قبل كده فهي ممكن ايه تقدمها لنا. وعشان كابتن احنا بقى انا عشان مش عارف اشرحها قوي احنا معانا كابتن حسام هيشرح لنا بالظبط يعني ايه فانكشنال تريننج. ايه بقى الكلام ده؟ ببساطه دي تمارين وظيفيه. التمارين الوظيفيه دي انا بقول عليها وظيفيه عشان انا بوظف التمارين دي للشخص اللي جاي لي على حسب حياته ماشيه ازاي واللايف ستايل بتاعه، بيلعب لعبه معينه، بيشتغل شغل معين. طب تنفع لمين؟ اكتر ناس تنفع له؟ اكتر ناس لاي حد، هي لاي حد. أي حد هي وظيفيه لان انا فعلا انا عايز افهم يعني ايه وظيفيه؟ وظيفيه ان انا بوظف التمارين دي على حسب حياته، ازاي؟ حضرتك مذيع ماشي وبتقعد كتير ممكن قعدتك قعده المكتب بتراجع حاجات ريبورتات حاجات كتير قوي بتاثر على ظهرك. فالمطلوب مني ان انا اوظف التمارين اللي انت بتتمرنها معايا ان انا اعالج لك اقوي عضلات ظهرك وعضلات رقبتك. تحتاج شيب معين، الشيب ده برده ممكن توصل له عن طريق الفانكشنال تريننج. تمام. الرياضيين لعيب الكوره عنده مشكله في رجليه او هو ما عندوش مشكله اصلا بس طلع عنده حاجات محتاج ينميها. مالتي دايركشن محتاج يجري بسرعه معينه ويوقف. حاجات معينه كده محتاجه ان انا اشتغلها بفانكشنال تريننج، مش ان انا استخدم ماشين معينه او ان انا استخدم ايزوليت ماشين ان انا اعزل ماسل معينه وافضل شغال عليها. بالعكس يعني خلينا نقول هي بن كاستمايز الورك اوت على حياتنا الاثليت اللي معاك بالظبط. طيب. الانسان لو مش اثليت او ما بياكل ويشرب ويعمل لو انسان طبيعي هيحتاج الفانكشنال تريننج في ايه؟ ستيل محتاجه لان هو محتاج يمبروف الفيزيكال سكيلز بتاعته. ايه الفيزيكال سكيلز؟ ان انا بطور عموما جسمي من كذا نقطه، الباور، السترينث، الانديورنس، لازم يبقى فعلا عنده باور ان هو ممكن يجري في اي لحظه، ممكن ان هو يشيل حاجه تقيله يبقى عنده سترينث قوي. انا بهيئه عشان يمارس حياته طبيعيه بالظبط بقوه. طالما انت وبطريقه امنه، لان انت لو مثلا وصححني لو انا غلطانه السيفتي محتاجين نتكلم عن السيفتي. يعني انت ممكن لو انا جسمي كله عضلاته مش شغاله وعايزه اعدل الكنبه بيجي لهم ديسك فورا
بالظبط. لكن لو بتمرن فانكشنال تريننج وبعرف اشيل ويت من على الارض مش شرط اديد ليفت بار، لا بس على الاقل ان انا اتعلم ازاي انزل اشيل ويت من على الارض وان انا اكنترول اللور باك عندي واتحكم في الكور، لا انا هعرف اشيل ويت وابقى مرتاح وامارس حياتي طبيعيه كويسه. طب انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين وما بين التمارين العاديه اللي احنا بنلعبها على الفلور ونستخدم الماشينز الويت والحاجات دي، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان انا لو هنا بلعب يعني اكويبمنت واحده بس انا ممكن اعمل اكتر من اكسرسايز، لكن انت لو على ماشين تحت انت هتعمل حاجه واحده او اثنين في عضله واحده. بالظبط، انت بتلعب كل العضلات هنا بقى ايزوليت وهنا بتارجت جروب في مصر. ازاي؟ ان انا ممكن بكاتل بيل واحده او بدمبل واحد بس اعمل اكتر من اكسرسايز، لان انا اصبحت انا الماشين، انا اللي بشتغل وانا اللي بقدر اتحكم. ممكن بدمبل العب ديدليفت، ممكن بدمبل العب فريس. قلت حاجه حلوه جدا وعبيده يمكن اكدت على الكلام ده، فكره ان انا ممكن اعمل حاجه يعني بتمرن وانا بشكل امن جدا اللي انا بلعب مع الاوزان معرض بشكل تعرف طبعا اصابات الكتف والرجل والاوتار وحاجات زي كده كتير، فهل نفس الفكره هنا ولا الموضوع امن اكتر بكتير؟ الفانكشنال سيفتي اكتر من اي حاجه، لان انا ببقى حريص جدا ان الاسليت اللي يشتغل معايا يبقى عارف الويت اللي هو شغال بيه. في بروجريس وفي ان هو بيعلي الويت كل مره، بس ستيل في سيفتي عاليه قوي، بدليل ان انا لما بيجي لي حد تحت 16 سنه اول حاجه بيشتغل عليها ان هو بيشتغل فانكشنال ترين، بيعمل اسسمنت بيبدا سيفتي، وده طبعا يخلينا نقدر نتمرن في البيت. احنا مش محتاجين معدات يعني، مش هو كتبل زي ما انت قلت او باند او كده، اعرف الفانكشنال بيحتاج اكويبمنت معينه لو حد عرف يوفرها في البيت بيشتغل في البيت تبقى حلوه. طيب انا برضو لسه انا عارف ان احنا هنشوف ونتمرن وهنبدا، بس انت ممكن تشرح لي اكتر يعني مثلا ايه بيعمل ايه؟ يعني تقول لي والله احنا ممكن نتمرن التمرينه الفلانيه عشان خاطر تخلينا كده وهنشوفها، يعني احنا اتمرنا بس حابب بشكل نظري نفهم الساده المشاهدين هي ايه التمرين. حلو قوي. انا بقسم الفانكشنال جزئين، ان انا ممكن اشتغل كميكانكس، ان انا اشتغل على ميكانكس معينه وحركات معينه، وان انا اشتغل على الانجن بتاعي. الانجن بتاعي اللي هو ازاي اقدر اتنفس واعمل مجهود عالي قوي واعلى بالهارت ريت بتاعي، وان انا اتحكم في ده واكمل الورك اوت بتاعي. يعني في ناس ممكن زي ما تشالنجز اللي بتعملها لنا يعني ممكن انا استخدم الفانكشنال تريننج بس عشان احسن صحتي عموما، الروبيك كاباستي بتاعتي، الساعه التخزينيه للاكسجين بتاعي، ده بالظبط التعريف بتاعها. هو فعلا نقدر نوظفه للحاجه اللي احنا عايزينها. ممكن ما يبقاش حاجه ميكانكس علشان مصل معينه وعشان المفاصل، بدليل ان هي كمان بتتطور، يعني كده كده بتتطور، بس ممكن كمان عشان اطور الانديورنس بتاعي. تمام، ان انا احسن ان انا اعمل مثلا ورك اوت لمده 45 دقيقه 35 دقيقه من غير ما اتعب، بمقابل ان انا قبل كده كنت ممكن اتمرن على ماشين تحت وما احسش ان انا عملت مجهود. بمرن المصل بس ما شغلتش الريجيم بتاعي، ما عملتش مجهود، ما علتش الهارت ريت بتاعي بالمعدل اللي انا محتاجه. طب انا بعمل مجهود في حياتي العاديه، ممكن لو حد مثلا عنده اولاد بيلعب معاهم ممكن 15 دقايق هن وهم لسه حابين يلعبوا كمان، بس هو بيتعب، فهو يطور ده ازاي؟ بالفانكشنال تريننج. طيب انا عايز اسال سؤال، الشخص اللي اوريدي هو بيدخل الجيم او الشخص اللي احنا اوريدي بدانا معاه المشوار خالص من اول يوم في الجيم لحد وقتنا هذا، انت ممكن يدخل النوع ده من التمرين، هل مطالب ان هو يعمل ميكس ما بين الاثنين يعني يوم هنا ويوم هنا، ولا ده بيفي عن ده ولا ده بيفي عن ده؟ فكره التوزيع يعني الاثنين بيكملوا بعض، يعني الاثنين هو الجول بتاعه اللي بيحدد حاجه زي كده هو الشخص نفسه. انت حبيت حاجه هتكمل فيها، هتوصل لهنا لنتيجه كويسه وهتوصل هنا لنتيجه كويسه، بس كمل في الحاجه اللي انت بتحبها. بلس ان في حاجه حلوه قوي في الفانكشن ان احنا نتمرن كلنا از جروب، الجروب ممكن يوصل ل 20 و 25 في ازيد، فبرضه الروح والانرجي دي حاجه حلوه قوي. ان انا ممكن تحت انا بقولش ان لو بتمرن النهارده على ليج داي وبتمرن على ماشين ما ينفعش انا اتمرن انا وخمسه اصحابي مره واحده. لا احنا بنخش حاطين السماعات عندنا توحد كلنا نعمل التمارين ونروح. يا كوتش قدامك قد ايه على الجهاز ده؟ ايوه مجاميع خلاص قول. ايوه فالمجاميع فعلا بتعمل روح بتشجع. دي الميزه بقى في الفانكشن ان احنا ممكن نتمرن از جروب كل الناس عارفه بعض. يعني عشان نرد على سؤال زياب، اللي بيتمرن فانكشن ان يتمرن معاه اي حاجه ثانيه؟ طبعا هيتمرن عادي، هو هيساعده في اداء التمارين الثانيه ويديله فيزيكال سكيلز مش موجوده تحت على الفلور او مش موجوده على الماشين كبودي بيلدينج، او ان هو يتمرن بفيز معين في التمرين. لا لازم يجرب ده ويجرب ده وياخد من ده وياخد من ده. انا متحمس. يلا بينا يلا بينا نبدا يلا بينا. اهلا بيكم النهارده معانا
في الفانكشنال تريننج ورك اوت. هنبدا بورم اوف 3 سيتس هاي بلانك هولو هولد جامب جاكس 30 سكندز ايتش اكسرسايز. اوكي بعد كده هعمل اول حاجه ستراكشر، عايز بومب شويه ماسلز، هشتغل على ثلاث حاجات ايمم بوش بريس غوريلا رو واب رايت رو في نفس الارقام فور 8 مينتس. هخلص ال 8 مينتس وادخل على الكونديشنر 4 راوندز 4 تايم شولدر تابس سيت ابس بليت فينر جيرك وبيرك. هريست 1 مينت بتوين راوند، هم عباره عن 4 راوندز 4 تايم از ماتش از فاست از يو كان. اوكي هاجي اكول داون اخر حاجه اكيوميليت 3 مينت تويست. اكيوميليت 3 مينت ازاي؟ هشغل التايمر واحسب بالظبط وانا بتوست، اول ما احس ان انا تعبان اوقف وافضل اكمل لحد ما اكيوميليت الثلاث دقايق واكملهم الوقت. اول حد هيخلص الثلاث دقايق بتوعه هو كذا. بس ده مش التشالنج، في تشالنج تاني اصلا غير ده. بعون الله هنفجر. بس كده زي ما انتم شايفين احنا كنا التيم الاكثر صحه والاكثر رياضه ولياقه، وحطينا على التيم تاني زي ما انتم شفتوا. صح طبعا، ولكن اللي لازم ننوه عنه كل مره، وتقريبا احنا بنعمل الفقرات دي عشان كده، عشان نعلي الوعي الرياضي عند الناس. الرياضه شيء مهم، الرياضه على كل الاصعده بتفيدك، بتخليك تعرف تتكلم كويس مش زي رقم اثنين، بتحسن حالتك المزاجيه بتبسط والله، بتخلي فيه علاقات حلوه مع الناس ومختلف الفئات. اتمنى ان الفقرات اللي بنعملها تكون حلوه، تستفادوا وتتحسنوا. هتموتوا مش قادر مش كالعاده. دي كانت فقرتنا الرياضيه في صباح البلد، نشوفكم ان شاء الله في الفقره اللي جايه. استنونا فقرات رياضيه تانية كتير من جوه الجيم. وعبيد مشاهدينا، موجز رياضي جديد ياتيكم من صباح البلد. وفيه اكتفى منتخب مصر الاولمبي بالتعادل السلبي امام منافسي الدومينيكان في المباراه التي جمعتهما امس على ملعب ليباجور في اولى جولات اولمبياد باريس 2024. وضمن منافسات المجموعه فاز منتخب اسبانيا على نظيره اوزبكستان بنتيجه 2-1 في المباراه التي جمعت الفريقين على ملعب حديقه الامراء. استهل المنتخب المغربي مشواره في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في مباراة دراماتيكية بحضور 35 ألف متفرج بملعب جوفرو غيشار في سانت إتيان، حيث توقفت المباراة بسبب دخول مشجعين وأعمال شغب ونتيجة التعادل 2-2، إلا أن الحكم ألغى الهدف الثاني للأرجنتين بعد حوالي ساعتين من نهاية المواجهة برجوع للفار بداعي التسلل، وتقرر استكمال المباراة لمدة 3 دقائق يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوزا سميرا للمغرب. فازت البطلة المصرية والنائبة البرلمانية آية مدني بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية مستقل لتصبح أول سيدة مصرية يتم ترشيحها لهذا المنصب. حصلت آية مدني على المنصب بالإجماع بموافقة 86 عضو وامتناع 8 أعضاء ورفض عضو واحد. أعلنت وزير الداخلية الفرنسية عن منع دخول 1000 شخص للبلاد يشتبه في قيامهم بالتجسس أثناء فحص خلفيتهم، وذلك مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بباريس. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد أن الوزارة أجرت ما يقرب من 1,000,000 عملية فحص لخلفيات المتطوعين الأولمبيين والعاملين وغيرهم من المشاركين في الألعاب، بالإضافة إلى أن طالبي إذن دخول المنطقة الأمنية الأكثر حراسة في باريس قبل بدء الألعاب. كانت السلطات الفرنسية قد رفضت طلب حوالي 5,000 شخص للمشاركة، من بينهم 1,000 شخص يشتبه في قيامهم بالتدخل الأجنبي أو التجسس.
رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقرار اللجنه الاولمبيه الدوليه بمنح فرنسا فرصه استضافه دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه 2030 شريطه ان تقدم فرنسا ضمانات ماليه في اطار جدول زمني محدد من قبل اللجنه الاولمبيه الدوليه. قال ماكرون على منصه اكس ان جبال الألب الفرنسيه ستستضيف الالعاب الاولمبيه الشتويه والالعاب البارالمبيه لعام 2030 موجها الشكر للجنه الاولمبيه الدوليه على ثقتها في بلاده. تعود اليوم البعثة المصرية لناشئي الاسكواش إلى القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصد بطولة العالم في الفردي والفرق، وتوج المنتخب ببطولة العالم التي أقيمت في نادي هيوستن للاسكواش بعد الفوز على المنتخب الأمريكي، حيث احتفظ الفراعنة باللقب للعام الثاني على التوالي وللمرة الـ11 للبطولة. هذا وهنأ وزير الشباب المنتخب متمنيا لهم المزيد من النجاح. مشاهدينا لهنا ينتهي موجز الرياضة إلى فاصل ثم عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقراتنا. يمكن طول الوقت كده احنا بنتكلم ممكن الرجاله تلبس ايه، ممكن الستات يلبسوا ايه، ودايما بنتكلم في الموضوع ده في المناسبات المختلفه، في فرح، في عزومه، ولكن فكره بقى ان احنا خارجين رايحين نعمل شوبينج هنلبس ايه دي ما بنفكرش فيها خالص، مع ان على فكره ده موضوع مهم جدا وبيأزمني انا شخصيا، يعني فكره انك تختار ايه وانت نازل تعمل شوبينج ده مهم عشان تعرف تختار. هو ده اللي انا عارفه، فكره ان انا اختار، انا هعرف انا رايح شوبينج اجيب لبس ايه، انما وانا لابس ايه، لابس ايه وانا رايح. ايوه طبعا شوبينج. عشان تعرف تعمل شوبينج وانت مرتاح، تعرف تقيس وانت مرتاح، في حاجات كتير ممكن تشتريها وتعجبك وتاخدها في الشنطه وتمشي. ايوه. وانت مش عارف تقيسها عشان لبسك مش سامح لك انك تدخل تقيسها، لسه هقلع كل ده. اه فانت بالعين كده حلوه هاتها معاك. تاخدها وبعدين ترجع ترجعها تاني عشان ما تبقاش نفايك. في الحقيقه عشان كده لازم نعرف. موضوع جديد واعتقد ان الشوبينج فعلا مهم، وزي ما قالت نهاد محتاج لبس معين ارتاح فيه واعرف اعمل شوبينج براحتي من غير ما يكون في حاجه مضايقاني، وتفاصيل كتيره اعتقد ان احنا نتكلم عنها مع مصممه الازياء هبه عادل اللي هتقول لنا بقى حاجات كتير. صباح الفل منورانا. احنا دايما بره الصندوق. ايوه بره الصندوق قوي صراحه، يعني انا ايه قاعده اقول بتكلم معاكي حاجات جديدة. صح كده. ايه بقى الموضوع؟ يعني البنات طبعا هم اساسا البنات. لا والله والولاد. لا والله انت مثلا تروح شوبينج لابس حزام وكلاسيك هو كده كده قمة قطعتين خلاص وبليزر مثلا وكده وتعمل شوبينج تقعد بقى تقلع كام بيس عشان تقيس. هو التيشيرت لا مش بس كده، في تفاصيل تانية كمان. ايه ده؟ يعني تقول لنا طيب. طب ابتدي بقى نبدأ بيهم. ماشي شفت بقى؟ هل تحب التأديب؟ تحب التأديب؟ أول حاجة صبحني عليك. أول حاجة صباح الفل. صباح الفل. هي موضوع بجد المفروض ان هو سهل وبسيط وممكن ناس تقول هو ايه اللي بيتكلموا فيه ده، بس الحقيقه ان هو فيه تفاصيل كتير جدا وبجد الناس هتستفاد. دلوقتي حضرتك رايح تعمل شوبينج، تمام، هتلبس مثلا حاجات معقده، هتلاقي نفسك مش رايح مرتاح، مش عارف تنقي البيس المناسبه ليك، رايح تنقي مثلا بدله، المفروض ان انت تلبس تيشيرت سهل وبنطلون سهل من غير ما الاور دي قالت مفيش حزام مفيش ديتيلز كتير، لازم يبقى الوان كمان فاتحه. ليه بقى؟ لان البدل 90% و99.9% البدل هي مش مشجره، هي الوان ساده صح؟ دلوقتي انت لو رحت لابس لون يعني برايت او لون كده غريب فسفارك مثلا حاجات اللي يقيس البدله هو مش حاسس ان هي لايقه عليه، مع ان هي ممكن تكون تحفه بس انت حاسس دايما ان هي فيها حاجه غلط، ممكن يكون نازل لابس مثلا حاجه مشجره. الموضوع كله ان انت لازم فعلا وانت نازل تبقى عارف انت رايح تشتري ايه وهتلبسه ايه وانت رايح الشوبينج. يعني هبه تقصدي ان مثلا الشباب لو نازلين يلبسوا سويت بانس مع تي شيرت ابيض او اسود بس علشان يقدر يختار البيس المناسب، ولما بقى يروح البيت ما ياخدش الصدمه بقى. أيوة لو اشتريت ايه. تاني حاجه برضو لو انت عارف الناس اللي هي بتعمل من زرار طقم دي، لو انت مثلا يعني اي حد زرار طقم، في ناس تقول ايه انا معايا شوز وعايزه اعمل لها اوتفيت. ايوه هو كده مثلا كده. فدلوقتي لو في شوز مثلا وانت رايح تشتري بدله ممكن ناخدها معانا. ليه بقى؟ لان طبعا احنا عارفين ان كل فت او كل ديزاين بيكون البنطلون غير التاني. صح. ممكن بعد ما يختار الحاجه ويدفع فلوس قد كده ويتعب في الشوز يروح يقيسه ويلاقي نفسه مش لايق عليه. هي دي على فكره اسباب ان احنا لما بنروح البيت بنقول ده والله كان حلو هنا، كان حلو في الستور واتصدمنا في البيت. فبجد موضوع مهم ده بالنسبه للولاد عشان هم سهلين، اسئلتهم سهله، اجاباتهم بتالي خلاص كده سطرين عرفت تعمل ايه. بنطلون التريننج المتين على تي شيرت بيضة او سودا وتنزل تلف محلاتك كلها تقيس بسهوله، ترجع جايب شنطك
تروح على البيت انت مبسوط بالظبط. وبرده في حاجه واحنا بنقيس بالذات اللبس الفورمال شويه، يعني لما يتقاس اتحركوا بيه، يعني اعملوا ايديكم كده وكده بجد والله. عشان اعملوا كانكم بتسوقوا. خلاص اوريدي جبتها، خلاص جبتها اوريدي، يعني انا لو مش عارف اتحرك بجد والله، يعني اعملوا بجد يعني حركات، حتى لو انتم بتسوقوا كل الحاجات الحركات اللي انتم بتعملوها في الحياه الطبيعيه وانتم بتقيسوا البدله. وممكن كمان تقعد في الليست في المحل بعد ما تختارها، تقعد تشوف وانت قاعد البنطلون انت مرتاح فيه، البدله اصلا انت مرتاح فيها ولا لا، البنطلون طلع قصير طلع طويل، التفاصيل دي بتبقى صغيره قد كده بس هتريحنا ومش دخلنا في قصص. ده حلو قوي برده فكره، هم بيتشقلبوا اساسا فلازم يجربوا يعني بجد دي حاجات بجد. عشان والله يعني لازم ADHD دي اللي عند الرجاله وفي كل الهدوم عموما مش شرط البدل، يعني لازم احنا واحنا بنقيس فعلا نتحرك ونبقى مرتاحين في الحاجه اللي احنا لابسينها، مش اللي هو ناخدها وخلاص. تمام. طيب بالنسبه للبنات بقى وانا نازله اعمل شوبينج المفروض ايه ابسط الحاجات اللي اكون لابساها وفي نفس الوقت ما تكونش، انا والله مهما رحت عملت شوبينج برده بستتقل قوي فكره اني ادخل الفيتنج روم واغير واقيس. هو ممكن علشان احنا اي حد بيعمل شوبينج بيكون عنده هدف. انا ممكن عندي حاجات في الدولاب، عندي مثلا بلوزه بس انا ما عنديش بنطلون لايق عليها، اخدها معايا بقى ايوه واروح بجد واروح اشتريها. يبقى انا كده محتاجه اخد الدولاب كله ما تصعبهاش عليا. وفي ناس بتبقى رايحه تعمل شوبينج لمجرد ان انا رايحه اشتري حاجات جديده، فانا مش فارق لا مكمله اللي في الدولاب ولا مكمله اللي اشتريته جديد اللي هو ايه يعني انا في النص دايما. انا كنت بعمل كده بس الحمد لله اتعالجت. طب ايوه عالجينا بقى كده وكل برده البنات اللي بتتفرج علينا دلوقتي عندنا الازمه دي، عندنا الازمه نفتح الدولاب عندنا 90% بس ايه بالظبط، يا بتتلبس مره ومش عارفه تقرريها بشكل تاني يا مش كامله ولسه ما لبستيهاش، ولما بالزبط. بتنزلي بتتوهي فبتشتري حاجات تانية لسه عايزه ندخل في الدايره تاني. فنعمل ايه بسبب ان انا لو عندي حاجات في دولابي هي مش لايقه على حاجه او مش لاقيه لها حاجه، ما عنديش حاجه لايقه عليها بسيبها واركنها، لا اخدها معايا وانا رايحه اصلا اعمل شوبينج. بس خلينا نقول الاول اصلا هم يلبسوا ايه وهم رايحين. انا لازم البس حاجه مريحه جدا من اول التوب واتيفر بقى كان بلوزه اي حاجه لحد الشوز. أوكي. لازم ابقى حاجه مريحه مش رايحه بكعب. انا بشوف ناس بشوف في مول وعلى فكره ما بيكونوش خارجين بعد كده يعني والله انا بجد هم عايزين يعملوا شوبينج تحسيها ايه يعني رايحه سهره هي بتديني الهيلز والدريس والميك اب والفول ميك اب والحزينه والاكسسوارز. طب انت هتشيلي كل ده امتى عشان تقيسي؟ احنا عايزين نلبس وما شاء الله بجد وماشيين بشنط كتير جدا. لا دول بقى على فكره مش بيقيسوا او مش يعني هو دول ممكن يكونوا مثلا القطع اللي هيبقى عارفين مقاسهم ايه فبياخدوه على طول. لان في ناس بتنزل تعمل شوبينج لمجرد ان انا رايحه اتعالج وارفه عن نفسي واعمل شوبينج. طب الناس بقى اللي مش عايزه تتعالج، الناس اللي هم الاقتصاديين عادي زينا انا نازل اعمل شوبينج وانا مش عارف انا عايز ايه، يعني بدخل المول مثلا او بدخل مكان محلات في محلات كتير فبيبقى محتار المفروض بقى ابدا بايه وايه، في ترتيبه معينه المفروض ترتيبه دي من البيت؟ من البيت أنا طب ممكن عارفه ان انا نازله النهارده هعمل شوبينج، النهارده نازله اختار حاجه ايه اللي عندي ناقص، ايه الاساسيات لو تقدري تقولي لي الاساسيات مثلا في هدوم خلينا نتكلم على الولاد. طبعا كل بص الجينز ده ما بيقدمش ولا بيبطل صيف وشتاء وطالع موضه تاني ما بيقدمش خالص، ومن حاجه واحده فيه بنعمل 100,000 طقم. صح. اوكي بنطلون اسود طبعا الصيف ده طبعا بنطلونات ملونه ودي على فكره بقت اساسيه خلاص لان الالوان هي بتلبس على الوان كتير من فوق. الفساتين مريحه واساسيه، في هدوم اساسيه كتير بس احنا دايما بنجري ورا الترند، انا عايزه البس ترند عشان الشغل. البناطيل الكاتنج بقى اللي هي المقطعه دي كانت طالعه جدا جدا، هل موجوده السيزون ده ولا هي دلوقتي؟ لا انا ما شفتش خالص ولا اي حاجه من خطوط الموضه نزلت فيها بس الحاجات الاوفر سايز والوايد والليج وال لا لسه 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 هي شيك اصلا قوي يعني شيك وبحسها ان هي مش بتقبل الكاتنج لا ولا الاوفر سايز ايا كان بقى بس فاللي انا عايزه اقوله ان انا دلوقتي انا نازله هعمل شوبينج البس حاجه سهله علشان لما اجي اقيس ما اقعدش بقى البس اكسسوارز طويله
واجي البس الاقي الحاجات اتلخبطت في بعض، واجي اقلع البس طبقه واحده، يعني ممكن البس بلوزه وبنطلون ما البسش توب وعليه تي شيرت مفتوح، ما البسش طبقات يعني. طيب. مش عايزه اعمل لايرز. طيب هقول لك برده حاجه تانية البنات بتقع فيها. أوكي. لما بتروح تعمل شوبينج وبتبقى حاطه فول ميك اب، فبتدخل فيتنج روم تقيس، فالطقم بيبقى واو حلو قوي، عامله شعرها وعامله ميك اب وعلى سنج طشره، فاي حاجه بتقيسها تحفه. ترجع البيت تغسل وشها تقيس، تحس ان لا ايه ده مش حلو، اتغير خالص طبعا، لان اصلا الميك اب والاكسسوارز دي مكملات يعني. انا ممكن البس حاجه في البيت شكلي فيها مش حلو، عملت ميك اب حطيت اكسسوارز بقت حاجه ثانيه خالص. بس هي مشكله الميك اب كمان الحقيقه مش كده يعني انت قولي ان هي كده كده هتحط ميك اب وهي خارجه، لكن مشكله الميك اب في الشوبينج مش طول الوقت يعني. مش طول الوقت مشكله الميك اب في الشوبينج. اولا احنا في الصيف، بما اننا في الصيف، اول ما ننزل من البيت انا عارفه ان المول بيبقى مكيف او حاجه، بس الميك اب كله بيسيح، بيبقى الشكل وحش. في بقى حاجه احنا مش واخدين بالنا منها دلوقتي، انا حاطه ميك اب وانا هقيس، فانا باذي الستور او باذي المكان اللي انا رايحه اصلا اشتري منه. أيوة. لان الهدوم بتبقى كلها ميك اب. صح، انا لما باجي ادخل اي محل ولا اي حاجه فيها ميك اب انا ما باخدهاش. بالظبط كده، فدي حاجه مش حلوه اصلا. وبعدين هي لا مش حلوه ليها يعني، انا من وجهه نظري انا ان انت روحي ناتور، او حتى لو هتروحي حاطه ميك اب حطي ميك اب هادي جدا عشان ما تتفاجئيش انك بعد حرام تغسلي وشك الحاجه مش لايقه عليكي. بالظبط. سوري يعني، بس ايوه بما اننا بنتكلم على الموضه صراحه، فانا بنتكلم على الستات بقى والبنات وكده. طبعا انت مفيش ميك اب يا معلم. لا مفيش اي حاجه. لا انا هكلمك على موضه ثانيه. من غير اصلا غسول. ما هو لسه يعني احنا ما بنحسدش ولا حاجه. لسه المخرج بتاعنا بيقول حلو حلو، حتى هو صاحب النوم. تعرف حلو هو صاحب النوم كمان. يا استاذ فهمي. اه بتقول دور على والله. انا ما كنتش عايزاكي تكملي في سؤال الميك اب ده كتير، هتلفتي نظرهم لعينيك. لا مش الميك اب بقى، انا هكلمك على يمكن دلوقتي المثال اللي فاتت او اعتقد السنه دي. كنت امبارح موجود في احد الاماكن، والناس كتيره جدا البنات بكل اعمارهم من اول 13 سنه لحد فما فوق. الكروب توب. لا الكروب توب ده كله في الشوارع هنا عادي، مش في الساحل مثلا. مش في الساحل. لا انت هنا. ايوه كله كله كروب توب. فده موضه. شوف كنت في الاسبوع اللي فات. ايه علاقته بالموضه؟ او انا ده قديمه فشايف. لا هو طلع في الساحل السنين اللي فاتت فعلا. مع الساحل وجوه ما اعرفش بقى ايه، هو فعلا الجو حر بس مش للدرجه دي. انا مره كنت هبه بتقول لك هو فعلا الجو حر بس مش للدرجه دي الكروب توب يعني. انا كنت مره في مكان والله العظيم بدون مبالغه، انا كنت تقريبا الوحيده اللي مش لابسه كروب توب، وفي جروب بنات كان قاعد جنبي جات لهم صاحبتهم. فالبنت يا حبيبتي لابسه توب عادي عادي، البنات كلها ايه ده؟ بتهزري؟ مش حرانه؟ اوه ماي جاد. والله ده بجد. لا كده يعني هي الحته دي اللي هتخلي البنت داخل لها مش فاهمه. طب انتوا بجد كاولاد كشباب بتشوفوا البنات اللي داخلين مثلا كافيه ولا مطعم، هو انتوا كلكم بتبقوا عينيكوا طلع كده على البنت؟ لا لا مش كله. لا لا على فكره بيحصل. لا لا مش والله بيحصل. انا اسف لكل البنات وكل الستات، بس كلهم بقى شبه بعضهم، كله لابس نفس. مش كله يا لو كله بقى. انا ما عدتش بعرف اتعرف. كله الا اثنين. وانا مش شفتك قبل كده وهي واحده ثانيه خالص. ايوه بالظبط. الميك اب بقى واحد، اللبس بقى واحد، بقى فيه زي وعي جماعي عند كل البنات، كلهم بيعملوا نفس الحاجه. ده اللي احنا قلناه بقى الترند. فاكر الحلقه اللي فاتت لما قلنا ايه، احنا بنمشي ورا الترند. انا شفت حاجه هي مش لايقه عليا، طب ليه؟ وفعلا تلاقي كله يونيفورم. مش يونيفورم. لا بس يونيفورم الساحل ده ما حصلش بصراحه. صعب. وعلى فكره بقى يعني والله مع احترامي طبعا ربنا خالق كل الناس حلوه، مفيش بنت وحشه، مفيش بنت جسمها وحش، بس لازم اختار المناسب عليا. صح. فبنلاقي فعلا هو مش هيليق مع كل البنات. دي حاجه يعني مش عيب. وبعدين تقبله من بنت صغيره، انما ما تقبلوش يعني من والبنات الصغيره. في معلش برضو امهات واباء بيظلموهم لان برضو مش لايق عليهم. فاحنا مش لازم عشان اقلد اصحابي لازم انا يعني. اوكي لا انا شايفه ان اختيار اللبس المناسب للمكان المناسب. ما ينفعش البس لبس مثلا انا عايشه في القاهره ولا في الاسماعيليه ولا واتيفر، لبس اكون بصيف بيه او لبس الساحل او الشباب اللي بيلبسوا شورتات وينزلوا بيها الكافيهات. برضو ارحمونا يا جماعه بليز، والبسوا اللبس في مكانه الصح. لكل مقام مقال. بالظبط يعني الكافيهات يعني المفروض البس الشورت فين؟ مع نازل كافيه يا حبيبي في الساحل مش في القاهره. العفو يا استاذ فهمي انت تؤمر والله.
لكن الكلام والحديث عن الموضه ما زال مستمر ومستمر مع مصممه الازياء عادل. نورتينا وشرفتينا. انا والله بفرح جدا معاك. الموضه تكون وصلت لكل الناس. يا رب. هبه نورتينا، بشكرك جدا جدا، واكيد لينا لقاءات ثانيه كثيره نتكلم فيها اكتر واكتر عن الموضه. كده فقرتنا خلصت بسرعه جدا، ولكن يتبقى موجز اخبار صباح البلد الاخير مع دياب. مشاهدينا، موجز اخباري جديد ياتيكم من صباح البلد. وفيه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقه المتجدده سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، بهدف اضافه قدرات جديده الى الشبكه الكهربائيه، حيث شدد الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والبترول على الاهميه الكبرى لقطاع الطاقه سواء للافراد او للصناعه والانتاج، وايجاد حلول حاسمه لمساله تخفيف احمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين. أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التقدم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات والتي اشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة، ويبدأ موقع تنسيق الجامعات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من اليوم وحتى الخميس 8 أغسطس. يشارك اليوم أحمد كوجك وزير المالية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل، ويطرح كوجك الرؤى المصرية لمسندات نمو الاقتصاد العالمي وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي، كما يستعرض آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة في الاقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها والإسهام في النهوض بالاقتصاد العالمي. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من الساعة 6 صباح اليوم الخميس تقرر زيادة أسعار المحروقات لتصبح على النحو التالي: بنزين 95 15 جنيه للتر، بنزين 92 13 جنيه 75 قرش للتر، بنزين 80 12 25 قرش، السولار 11 و50 قرش، في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. أعربت مصر عن دعمها القوي للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية. يأتي هذا التأييد الأخير لجهود جمهورية الصين الشعبية، حيث أكدت الخارجية ترحيب مصر بجهود الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وشدد أبو زيد على الأهمية الحاسمة للوحدة الفلسطينية خلال هذه الفترة المحورية في تاريخ الأمة، حيث أضاف أن وحدة الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الأمة ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الموجز، وأيضا نصل إلى ختام حلقتنا النهاردة. كنت معكم أنا أحمد دياب ونهاد سمير. يتجدد لقاءنا كل يوم الساعة 8 الصبح. إلى أن نصل إلى هذا الموعد، إلى اللقاء.